السلام عليكم يا حبايبي، وحشتوني قوي قوي قوي. ان شاء الله هنعمل حم الشام زي بتاع الشوارع بالظبط ان شاء الله رب العالمين. محلات شوفونا ان شاء الله، وبحبكم في الله حبايبي يا حلوين، بحبكم في الله. ان شاء الله هنجيب حمص، هننقعه طبعا قبلها بيوم، وهنغسله غسله حلوه، وهنحط عليه ميه مغليه باذنك يا رب. طبعا بغلي ميه في الكتل، شايفين غليت اهي. عليها طبعا هنحطها، بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كده، نحطها على النار. طبعا انا عصرت كوبايه عصير طماطم متصفيه، وثلاث فصوص ثوم ان شاء الله، ثلاث فصوص ثوم وعصير طماطم متصفيه، واحد عصير كوبايه صغيره. وطبعا هنعوز ملح وكمون، ملح وكمون وبابريكا، ملح وكمون وبابريكا. طبعا الميه مغليه اساسا، طبعا الميه مغليه. هنحط ايه؟ عصير الطماطم اول ما تغلي ان شاء الله. ايه رايكم في مطبخي يا حبايبي؟ على قد طبعا الميه هتغلى على طول لان اصلا هي مغليه. اول ما تغلى هنحط كوبايه الطماطم المعصوره المتصفيه، كوبايه طماطم معصوره متصفيه. اهي الميه هتبدا تغلي ان شاء الله، اهي بتغلي اهي، عشان هي اصلا الميه سخنه انا غلياها. بتغلي اهي ان شاء الله، شايفينها بتغلي اهي، شايفاها يا فاطمه؟ شايفاها بتغلي. هنحط اهي كوبايه العصير الطماطم المصفيه عليها ان شاء الله رب العالمين، وهنحط عليها طبعا السين الثوم، هنخرمه بس عشان في ناس قولون عندها تعبان مش لازم يكون ايه، خرمه بس كده، بس خرمه كده بس، حطهم جوه كده. هنحط ملح حسب الحق، حسب ما تدوق، بابريكا طبعا، ايه كمون، قلبه. احلى كوبايه حمص جميله متصفيه، طبعا القوطه وكل حاجه متصفيه. طبعا نسيبه يغلي، هنسيبه يغلي غلوتين كده يتسوي. طبعا هو منقوع من بالليل، من امبارح ان شاء الله. يغلي ونرجع لكم تاني اول ما يستوي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم يا حبايبي. طبعا الحمص استوى، حطينا شطه، اللي بيحب يحط شطه حسب الحاجه. طبعا هنحط ايه ما شاء الله، هنحط ليمونه، معلقه ليمون انا عصره في الكوبايه، معلقتين ليمون هنا، معلقتين ليمون. الليمون ده بيتحط في الاخر، متحطش على اللي وانتوا بتسلقوه، في ناس بيحطوه مسلوقوه، ما ينفعش. الحمص مش عايز الا الليمون في الاخر. هتصب بقى ان شاء الله، طريقه سهله وجميله، وجربوها تدعوا لي. حط كوبايه، حقيقه طبعا حسب الحاجه، نحط كوبايه لفاطمه، طبعا الليمون من تحت. بنحب الشطه، حاطين شطه على الايه، على ميه الحمص. طبعا الليمون من تحت هيتقلب، كوبايتين حمص اهم، ولما يفطنا هيتقلب الليمون من تحت. طبعا هنا هيتقلب الليمون من تحت، كله احلى حمص، كوبايه حمص تشربوها. لو عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا اشتراك واعملوا اعجاب، ما تنسوناش في الشير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وبس نقابلكم المره الجايه ان شاء الله. وبس هنا يكون نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا
باي.